السلام عليكم. رح نعمل الملوخية الخضراء الورق المحيوسة مع اللحمة. رح نشوحها على النار مع اللحمة. هاي الملوخية فريش، أنا قطفتها وغسلتها وصفيتها. رح نحتاج 1/2 كيلو ملوخية ورق بهذا الشكل مصفاي، 1/2 كيلو لحمة شقف، أو أنا عندي لحمة شرحات قطعتك هيك مكعبات، وعنا وقية لحمة ناعمة طيبة تتحمص وتنحط على الوش. ولو ممكن نستغني عن هاي اللية لو إحنا ما بنحب الدسم كتير. وعنا 6 حبات ثوم مهروسين، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، وملح وفلفل، ومكعب ماجي، ونصف كأس ماء. ممكن بدل الماجي ونص كاسة المي نستعمل مرقة دجاج لو عنا، أو مرقة لحمة. أنا بحب أحط الماجي، بيعطي نكهة طيبة للملوخية. هلا أول خطوة رح نحمص اللية لتتحمر مظبوط، ونشيل اللية المحمصة، نخلي بس الزيوت اللي دابت منها. انا حطيت يعني نقطة زيت بس بالطنجرة، او نقطة سمنة بس عشان اللي تدوب بسرعة. هلأ رح ادوب اللي هذا الشكل، بس تتحمر عندي هيك رح اشيل اللي المتحمرة واخلي بس الزيوت اللي طلعت منها، واقلي فيها اللحمة. طبعا نكهة اللية كتير طيبة بالأكل. بعد ما اللحمة استوت رح أرش ملح وفلفل على اللحمة. بس خلص أحسها تحمرت واستوت، رح أدير الملوخية الورق. طبعا هاي طريقة الملوخية أكتر شي بتنعمل ببلاد الشام، سوريا وفلسطين، بينما مثلا بمصر بيعملوا الملوخية الناعمة أكتر، ما كتير بيعملوا الورق. فينا احنا الملوخية الورق لو بدنا نفرزها نحوسها حوسة هيك بالسمنة بدون شي، يدوب شوي ونفرزها بالفريزر. بس بدنا نستخدمها ننزل من الفريزر ونستخدمها بهاي الطريقة. هلا بعد ما حوستها وبدأت تدبل هيك بهذا الشكل، حسة شوي قربت تستوي، رح أدير المي اللي أنا سخنتها، 1/2 كاسة المي مع مكعب الماجي، وأحطها عليهم. بيعطوا نكهة كتير طيبة وما بتطلع كتير ناشفة الملوخية. ممكن نستغني عن هاي الخطوة زي ما قلنا لو عنا مرقة دجاج أو مرقة لحمة، مندير تقريبا مقدار 1/2 كاسة. هلأ لبين ما يتقلبوا شوي على النار راح أحط نقطة سمنة، أو ممكن بشوي من اللي طلعت، وأقلب الثوم اللي أنا هرسيته. بس يدوب يشقر شوي راح أدير الكزبرة الناشفة، بعدين راح أديرون هيك فوق الملوخية زي ما أنتوا شايفين. طبعا الريحة بتجنن والطعمة ولا أحلى من هيك. هاي الملوخية طبعا بتتاكل بالخبز، ما بتتاكل جنب رز غالبا، لأنه أطيب مع خبز وجنب مخلل. بالآخر راح أحط اللي أنا محمص طب هذا الشكل، شوفوا المنظر كتير حلو. صحة وهنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، واعملوا سبسكرايب لو ما عاملين، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات.